السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي بقى يا حبايبي قدرنا نعمل فكرة يعني إضافية، ويا ريت اخواتي وحبايبي يقدروا يساعدونا علشان نقدر نطور الفكرة الأفضل من كده بكتير. وكل يوم بنحاول نبتكر، وأنا بسمع كل اخواتي اللي بيكتبوا لي كلام محترم علشان نقدر نطور الفكرة بتاعتنا ونقدر نشغل كهرباء بإذن الله تبقى مستمرة عندنا بدون وقود وبدون أي تكلفة علشان نقدر نستفاد. يلا بقى بينا على الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الكهرباء شغالة على الانفرتر. الانفرتر ده واخد كهرباء ومخرج لي كهرباء 227 227 ومنور اللمبة زي ما انتم شايفين. تمام، الكهرباء ثابته زي الفل. هنبدأ هنا بقى نشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين. هاتلي بقى كده البطارية التانية نشحن. هنا الانفرتر واخد من البطارية، وعندي البطارية دلوقتي فيها كام فولت؟ فيها كام فولت؟ بسم الله، فيها كام؟ فيها 10 فولت و16. عندي هنا المحرك ده هنبدأ نشغله كده، ناخد الأطراف بتاعته أهو نشغله عشان الفولتية دي تعلى. هنوصله على بطارية الدريل. بطارية الدريل أهو، فين الدريل؟ بطارية الجهاز ده، الدريل ده اهو، دي البطارية اللي جاية معاه. البطارية دي كام فولت؟ 21 فولت. هنوصلها على المحرك ده، وصلها لي كده الموجب على الموجب والسالب على السالب عشان نشوف الفولتية هتعلى والبطارية هتبدأ تشحن من المحرك اللي عملناه ولا لا، علشان نبدأ نشغل. بسم الله، بصوا يا حبايبي بدأت ترفع معايا ازاي؟ ترفع معاك ازاي؟ شيل ده، خمسة عمالة ترفع، ها 7 8 9 10 11 زي ما انتوا شايفين اهو اهو، مش موصل سلوك ولا اي حاجة من اي حد اهو. واحد من اخواتي وحبايبي بيقول لي اتحداك ان مشروعك ده هيفشل، وانا بقول له يا اخويا حبيبي يعني انت بتتحداني على الفشل؟ يا ريت فضلا على انك تتحداني تقدر تساعدني وتساعد اخواتي وحبايبي المشاهدين علشان يبقى الخير يعم وكل الناس تقدر تفيد بعض، واحنا كلنا بنكمل بعض وكلنا بنفيد بعض. انا دلوقتي شغلت الموتور الصغير، المحرك الصغير على بطارية الدريل ال20 فولت، وعلى فكرة المحرك الصغير بيشتغل من 12 فولت. يعني معنى كده ايه؟ لو انت بقى عايز تفيدني تقدر تقول لي مثلا رأيك ايه، نقدر نشيل بقى البطارية الصغيرة ونحط مكانها ايه يا حبيبي؟ نقدر نعمل ألواح شمسية، طاقة شمسية، نقدر نجيب ألواح طاقة شمسية تحرك لي الموتور، ويبقى كده انا قدرت من خلال تحريك الموتور. وطبعا عندك الشاحن اللي خارج من المحرك اللي هو الكبير بتاع الموتوسيكل اللي قدرنا نطوره، وهسيب لك في صندوق الوصف ازاي قدرنا نجمع في فيديو موجود ازاي قدرنا نعمل فكره الموتور اللي هو بتاع الموتوسيكل ونعدله بحيث نستفاد من الكهرباء اللي بتشحن بطاريه الموتوسيكل علشان تقدر تاخد الكهرباء توديها على البطاريه وتشحنها. في ناس كتير قالت لي اتحداك ان الفكره دي تقدر تشحن وتزود البطاريه، انا موصل لك الافو. وناس قالت لي انت ليه ما بتحطش الافو ونشوف الفولت بيزيد ولا ما بيزيدش؟ انا هقول لك يا حبيبي دلوقتي، انا وصلت الافو قدامك والفولتيه عماله تطلع اهي 11 22 هتقلب 23 و25 وطالعه ما شاء الله. بس انا مش هقدر اسيب الفيديو ساعه او ساعتين، احنا بنحاول نختصر في وقت الفيديو، لكن انا بقول لك بتشحن وبيرفع البطاريه اثناء تشغيل الجهاز المحول اللي بيديني 220 للفنتر. انا باخد الكهرباء الخارجه من الانفرتر علشان اقدر استفاد بها في المنزل. عندك لمبه منوره 220 اهي منوره، ومع ذلك المحرك مخرج كهرباء على بلاطه الشحن بتاعت الموتوسيكل وبيشحن لك البطاريه بطريقه محترمه واحترافيه وسليمه 100%. يبقى مفيش اي مشكله. انا المشكله اللي قدام مني دلوقتي علشان انا اوفر في استهلاك الخارج من ال 220، لان انا قدرت النهارده دلوقتي بتوصيل البطاريه بتاعه الدريل الصغيره دي قدرت اوصل لحاجه جميله جدا. ايه هي الحاجه؟
ان انا موصل الافو دلوقتي على البطارية وقدرت اوصل ان فعلا اثناء تشغيل اللمبة ال 220 فعلا البطارية بترفع معايا وبتزيد. المفروض ان البطارية تنزل، لا بتزيد. بتزيد ليه بقى؟ علشان الموتور اللي شغال بيلف، وصوته على فكرة مش مزعج يعني للغاية، ده صوته واطي جدا ومش عامل اي صوت، يعني صوته هادي جدا. هو دلوقتي بيشحن، يعني رفعت معاك 11.53 ما شاء الله بتزيد، هيقدر يوصلها ل 12 فولت وهيظبطها وهيفضل ثابت معايا زي الفل طالما انا مغذي المحرك الصغير. طب احنا نعمل ايه؟ لو قدرنا نعمل اي ابتكار، اي حد من اخواتي وحبايبي اللي بينتقدوا واخواتي اللي بيدخلوا يعني يسيئوا لينا يعني بيشتمونا بالفاظ سيئه جدا، والله العظيم انا بقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم ما بيني وما بينك في الدنيا وفي الاخره، حرام وعيب. انا والله يعني مش طمعان في اي حاجه. واحد يقول لي انت عايز مشاهدات، والله ربنا اعلم ان انا عايز افيد اي حد محتاج الفكره، والحاجه ام الاختراع. ربما واحد ظروفه سيئه جدا في مكان ما فيهوش تيار كهربائي يقدر يعمل الفكره ويقدر يستفاد. انا مش بضللك، ولكن انا فعلا لما كنت بوصل الموتور اللي هو الصغير ده فعلا الفولتية بتنزل معايا تدريجيا، بس قعدت معايا ممكن يكون مثلا 3 ساعات. واحد مهندس كبير جدا ومحترم جدا وهو على دماغي واسأل ايه برضو، قال لي اتحداك لو المنظومة دي اشتغلت 10 دقايق على بعض. وانا بقول له يا حبيبي ما تتحدنيش في الفشل، يا ريت نتحدى بعض في النجاح. قول لي اعمل كذا، ضيف معلومة، قول لي اعمل حاجة الفلانية علشان نقدر نعملها ونقدر نطور. واحد يقول لي انت موصل كابل مش عارف منين ومن تحت الارض ومن فوق، يا جماعة كده عيب ما يصحش. الناس اللي بتنتقد يا جماعة يعني خلينا على محمل الامانة والمصداقية. انا اخوك وحبيبك وبقدم لك فكرة قابلة للتطوير، ومش بقول لك احنا ملايكة، ربما يبقى عندي خطأ، بس اعلم انه خطأ غير مقصود. يعني انا مش قاصد ان اضللك علشان ارباح في الدنيا اللي هي اصلا فانيه. احنا الطمع في رضاء الله سبحانه وتعالى، وان احنا نقدم عمل نفيد به الناس ويبقى صدقه جاريه لينا بعد ما ماتنا. فوالله العظيم اي حد اساء ليا وكتب وقال كلمه زي كده انا بقول له ربنا يهديك وربنا يسامحك وما يصحش كده، يا ريت نساعد بعض. دلوقتي البطاريه بترفع معايا 11.58 بتقلب على 59. الناس اللي قالت مستحيل تشحن، انا ممكن استبدل البطاريه بتاعه الدريل دي يا حبايبي، نستبدلها بقى. ده الابتكار، حد يقول لي نستبدلها بايه؟ نستبدلها بايه بحيث ان الكهرباء تفضل مستمره معايا، يعني مش عايز اقول لك مدى الحياه، هتستمر معايا لعند الاجهزه دي تفضل شغاله العمر الافتراضي بتاعها باذن الله. فنقدر نجيب الواح شمسيه مثلا، لو حد من المهندسين اخواتي وحبايبي يقدر يساعدني ويقول لي يبقى هو ده النجاح وهو ده المشاركة. لكن تدخل تسيء لينا وتسيء للمشاهدين، وواحد يقول لي يعني معلش عيب ما يصحش، يا جماعة احنا لازم نكمل بعض ولازم نفيد بعض بإذن الله. دلوقتي البطارية بتشحن زي الفل، ولكن انا مغذي الموتور الصغير ده من البطارية بتاعت الدريل الصغيرة دي. في واحد هيقول لي طب ما تجيب مثلا شاحن وتاخد من ال 220 تدي البطارية مكان البطارية الصغيرة. لا يا حبيبي، انا جربت بكده بالامانة وللامانة على المدى البعيد بينزل معايا الفولت. يا ريت اخواتي وحبايبي ينتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.